حاليا بالفترة الأخيرة أكثر مكان عم بصير فيه الإعلانات هو السوشيال ميديا، اللي هي غزت كل مكان حاليا، فبتغير من شخص لآخر. يعني أنا ما كنت قبل ألبس قميص مورد، شفت شخص بلبس تيشيرت حلو على الإنترنت لقيته حلو عليه فصرت ألبس مثله، فهيك يعني. لكن الموضوع صار لا ياخذ منحنى ثاني، صار الترويج لمواد معينة أو سلع معينة، صار موضوع مادي بحت. يعني أنا شفت هاي السلعة ما بهمني جودة السلعة اللي أنا عب أعلن عنها، المهم أنه المعلن عب يعطيني دخل مادي منيح فخلص أنا بأعلنه. فصار في مشكلة هون يعني بالكواليتي، ما بقى تتأكد من المعلن، يعني صار الموضوع بده تسأل شخص مجرب تحسن تقول. هلا أنا كشخص إلي، يعني إذا أي شخص ما إلي ثقة فيه مثلا ونزل بضاعة ما بروح بشتري من عنده، إلا بدي أروح بالعين مجرد أشوف وأفحص البضاعة، لأنه صار أغلب تسوق الإعلاني يعني والترويج هالأمر هذا. يا أخي بتشوف الشغلة على الصورة أياً كان، ما شرط ألبسة، يعني بتشوف شغلة يا زلمة بتسحرك. ممكن أنا ما أوصل لهالشخص قال لك يا أخي جيب لي هالقطعة من عنده، يا أما مثلاً نجي مثلاً على الياس مثلاً يكون القارب مضروب، يكون ماشي ستوك، قطعة كهربائية مثلاً بتلاقيها على الصورة شغلة وماركة وإلى آخره، فممكن انا ما بسال على السعر، يعني بقول لك انه روح جيب لي اياها وخلص بس عجبتني، بس باجي على طريقه الاستعمال ستوك او للكب، فهيك انا ما عاد لي مصداقيه ابدا ابدا، اذا ما شفت بايدي وفحصت بايدي ما بشتري. طبعا نحن متبعين اسلوب الدعايات الاعلاميه اللي بننزلها على الفيسبوك، والقطع التجاريه بنعرضها. طبعا زائد في مسابقات لكل المشتركين. الشغلة الثانية هي نوع البضاعة، الجودة. طبعا الشغلة الثالثة اللي هي الأهم، صاحب العمل وآلية التعامل مع الزبون مثل ما بقولوا. طبعا في شيء الأهم هو أسلوب الإقناع، طبعا هذا كمان موضوع كتير حساس.